التوقيع على استمارة التمرد، كما قامت الجالية بوقفات أمام كل القنصليات والسفارة المصرية والأمم المتحدة تأييد لهذه الثورة المباركة. أيضا الجالية المصرية بتقوم بدور هام جدا بالضغط على الولايات المتحدة وتوضيح ما حدث لها، والضغط عليها على أنها تقيد جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية ومنع مصادر تمويلها، وده اللي مخلي جماعة الإخوان المسلمين يعني شيطة من المصريين خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن أن يكون للمصريين بالخارج أن يكون، وأنا سعيد جدا بأن أتواجد بين هذا الجمع الكريم ونتضامن لمطالب الشعب المصري. حقيقة انه